التحييم، طريقة فك وتركيب موتور جديد لمروحة ستاند 18 بوصة. نفكها الأول كده زي ما انتوا شايفين عشان نقدر نطلع الموتور. لو عجبك الفيديو ياريت ما تنسناش في اشتراك للقناة وتفعيل الجرس. نفك المسامير اللي قدام عشان نطلع الموتور ونغيره. يا ريت تفضلوا معانا لانكم هتشوفوها تغيير بشكل سهل جدا بدل من استغلال الصناعية. وانت قاعد في البيت والمروحة باظت هتصلحها بسهولة. نفك الإطار اللي بيحمي الموتور زي ما انتوا شايفين. ودي شكل الموتور من الداخل. هنفك كل المسامير. لما تبقى المروحة من النوعية دي بتروح لأي واحد كهربائي يديك الموتور اللي هو بشداد. بسهولة زي ما انتوا شايفين كده ظهرنا الموتور كده. كل ما في الامر ان احنا هنشيله هنفك عشان نشيله. نروح يا جماعة للكهربائية يستغلونا عشان يركب لك موتور بياخد له 250 جنيه. هو الموتور بمية جنيه هوريه لكم دلوقتي.
زي ما انتم شايفين كده طلع الموتور. هنظهر السلك الابيض ده ونقص. بنظهر السلك اللي هنوصله بالموتور الجديد، 4 سلكات زي ما انتم شايفين، الاسود البلسترانية هنركب الموتور الجديد. الموتور الجديد يا جماعة زي ما انتم شايفين، هنوصل السلك الأحمر بالأحمر والأبيض بالأبيض والأسود بالأسود والأزرق بالأزرق. أقرب لكم عشان تشوفوا كويس. بعد كده هنجيب بلاستر اللي انتوا شايفينه ده، هنغطي السلك. مع قناة برايت فيوتشر هتشوفوا حاجات جميلة يا جماعة والله، وهتوفر لكم فلوس كتير. بس يا ريت تدعمنا بسبسكرايب للقناة وتفعل جرس الاشتراك عشان نقدر نستمر معاكم. لازم نبعد السلك عن بعضه يا جماعة عشان بس ما يحصلش قفلة ويبوظ لنا الدنيا.
خلاص كده بقى معانا السلك الأحمر بس يا جماعة، وهنبقى خلصنا هنقفل. الطريقة دي هتوفر كتير يا جماعة، بدل ما احنا الموتور يعطل نروح نبيعها لبتاع الخردة بياخدها ب20 جنيه. كده انت بتصنع مروحتك بنفسك وبتظبطها تستمر معاك عشان حر الصيف اللي احنا فيه. نلف عليهم حتة تاني كمان. هنبتدي نقفل. نبدأ نركب الموتور.
اشتغلت لسه ما قفلناش يا جماعة، وبتلف وزي الفل اهي. وفرنا حاجات كتير طبعا، لونها اتغير عشان احنا غسلناها يا جماعة، بس مش اكتر. جيت عندنا مروحة جديدة، موتور جديد. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسناش بدعمي من حضرتك واشتراك في القناة. هنجرب اهو، زي ما انتم شايفين المروحة اشتغلت والحمد لله.